Siemens, وفولكسفاغن ودويتشه بانك، جميعها لديها مساهمون من قطر، هذا البلد الصغير في الشرق الأوسط والذي يعتبر وفقا لنصيب الفرد أغنى بلد في العالم. مصدر ثروته المواد الخام وخاصة الغاز الطبيعي، وهناك قبالة سواحلها أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم. تستثمر الدولة أرباحها في صندوق استثمار، وتقول التقديرات إن جهاز الاستثمار القطري اشترى شركات وعقارات في جميع أنحاء العالم بقيمة تقدر بنحو 300 مليار يورو. استثمارات جعلت هذا البلد الصغير ذا تأثير كبير، كتأثير شبكته التلفزيونية الجزيرة التي يتابعها الناس في جميع أنحاء العالم. كانت الحياة بمعدل دخل متوسط قيمته نحو 80 ألف يورو سنويا مريحة حتى الآن، إلى أن بدأ النزاع مع الدول المجاورة في شهر يونيو من هذا العام، والتي ادعت أن قطر تمول جماعات إرهابية. قطعت السعودية ومصر علاقاتها الدبلوماسية بقطر، كما فعلت اليمن والبحرين والإمارات العربية المتحدة. لا تبدو الاتهامات واضحة، ولا يبدو أن هناك حلا قريبا للأزمة، وتشكل هذه الأزمة خطراً على أسواق المال بسبب الارتباط الوثيق بين الاقتصاد القطري والإمارات العربية المتحدة بمركزها المالي العالمي في دبي. أي خلل قد يؤدي إلى اضطرابات وعواقب وخيمة. وقد بدأت فعلاً أول عملية شراء الأهوج. في الوقت نفسه خف التوتر إلى حد ما، حيث قدمت تركيا المزيد من مشتقات الألبان، أما ألمانيا فنقلت 4000 بقرة بأكملها على متن طائراتها. صناعة المواد الخام تأثرت بالأزمة أيضا، فقد كان من المخطط بناء خط أنابيب من حقل غاز كبير إلى أوروبا، إلا أن مرور خط التوصيل عبر المملكة العربية السعودية يبدو الآن غير ممكن، كما أن مروره عبر البلد الجار إيران سيسبب استفزازا كبيرا أيضا. تم تجميد الخطط في الوقت الراهن، لكن بطولة العالم لكرة القدم لعام 2022 لا يمكن تأجيلها. بناء الملعب الرياضي مكلف جدا، ما قد يسبب مشكلة، فإذا احتاجت قطر لسيولة نقدية من الممكن أن تستعيد صناديق النقد القطرية بعضا من سيولتها عبر بيع بعض عقاراتها وحصصها في الشركات، وبهذا يصبح تأثير الأزمة الاقتصادية قريبا جدا على الاقتصاد الألماني، وبشكل خاص على الشركات الألمانية التي تملك قطر حصصا فيها.